تتوالى ردود الأفعال على تصريحات راشد الخياري اللي اتهم فيها الرئيس الجمهورية بالفساد المالي وحتى بالفساد الأخلاقي، وقال رئيس حزب مشروع تونس أنه يجب التحقيق مع النائب راشد الخياري كمواطن عادي وبدون حصانة، وذلك بخصوص تسريباته الأخيرة بحق رئيس الجمهورية. وكتب محسن مرزوق في تدوين على الفيسبوك: حققوا معه فورا. وأضاف: لا أريد التعليق على جملة الاختلاقات المضحكة التي جاءت على لسان أحد النواب ضد رئيس سعيد، إلى أن العقل العاطل الجافل الفاشل يستطيع تصديق كل تلك الشعوذات الجاسوسية الدنيئة. ومن الواضح أن هذه المسرحية المقرفة ولكن الخطيرة جدا هي رد فعل صبياني لمشغلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس قيس سعيد إلى مصر وخطابه الأخير. وسؤالي الأخير: متى ستتحرك النيابة العمومية أو العسكرية لتضع حدا لهذا التلاعب المقرف بأم تونس والتوانسة؟ محسن مرزوق يعتبر أن تصريحات راشد الخياري تأتي في إطار رد حركة النهضة على زيارة الرئيس المصري إلى مصر وإلى الجنرال عبد الفتاح السيسي، وتعليقا حول خطابه الأخير وقطعه الطريق أمام السيطرة على المؤسسة الأمنية وفرض التعيينات الموالية لهم. يبدو أن تصريحات راشد الخياري واتهاماته وتشويهه لقيس سعيد لم تلقى الاستحسان عند أصحاب العقول والناس اللي عندهم خبرة في طرق حركة النهضة الملتوية لتشويه الخصوم ولمحاولة الضرب من صورة الرئيس ومن شعبيته أمام الشعب التونسي. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا.